مدينة الرستان من أقرب منطقة مقابلة للمشفى الوطني المحتل، وهذه الدبابة المواجهة لمدينة الرستان. كما نرى هذه المنطقة الشمالية لمدينة الرستان، هذا هو المشفى المحتل من قبل عصابة الأسد. هذا المشفى الذي أصبح سجناً ومعتقلاً للمواطنين من أهالي مدينة الرستان ومن حولها، ومن هنا يتم قصف مدينة الرستان من هذا المكان، من هذه الدبابة التي تقوم بالقصف اليومي والمتكرر. هذا هو نهر معاصي الذي حرمنا من زيارته بعد احتلال الجيش الأسدي المشفى، وهذا هو أيضا مواقع كتيبة الهندسة المقابلة لنا تماما مع تواجد الآليات العسكرية.